عام 1928 ميلادي اكتشف أول مضاد حيوي، ومن يومها بدأت حرب طويلة بين المضادات والبكتيريا في جسم الإنسان. في البداية كان الانتصار للمضادات اللي ما كانت البكتيريا تقوى عليها، ولكن مع مرور السنوات وتهاون البشر في استخدام المضادات مثل استخدامها لعلاج حالات مثل الرشح، الكحة والحرارة اللي في الغالب مجرد التهابات فيروسية، أو توقف الناس عن استخدام العلاج قبل مدته المحددة والقضاء على البكتيريا بالكامل، بدأت الحرب تميل لصالح البكتيريا اللي صارت ممانعة للمضاد وقادرة على هزيمته. ولو استمرت الحرب على وضعها الحالي فالمتوقع أن تكون البكتيريا الممانعة للمضاد هي القاتل الأول في العالم عام 2050، يعني بتكون أخطر علينا من السرطان ومن أمراض القلب. وعشان نقدر نساعد المضادات في حربها على البكتيريا لازم نلتزم بأربعة أمور: أولاً، ما نستعمل المضاد الحيوي إلا بوصفة طبية. ثانياً، نلتزم بالفترة الزمنية المحددة للمضاد حتى لو شعرنا بتحسن. ثالثاً، ما نشارك أحد في المضاد الحيوي اللي يستخدمه. رابعاً، إذا انتهينا من المضاد الحيوي نتخلص منه وما نستخدمه مرة ثانية. وأخيراً، خلونا ناخذ الموضوع بجدية، ولا كلها كم سنة ونوصل نهاية عصر المضادات الحيوية.